اجتماع جينا لممارسة حقنا المدني من أجل مطالبة حقنا الطبيعي اللي هو التشغيل. جينا هون للتنديد بقرار الوزارة التي أقصتنا من المجال تخصصنا حين أنشأت مدرسة خاصة التي تخصنا نحن أصحاب علم الاجتماع، وبذلك قامت بتهميشنا وعدم اختيار أو اكتساب من أحد من هذا التخصص، لأنه أخذت هنالك مجموعة من الأشخاص الغير معنيين بها، ونحن أصحاب التخصص هم المعنيين الرئيسيين بهذه المدرسة، وكان يجب على الوزارة أن تكتتب منا ولا تهمشنا. نحن خاصة أصحاب علم الاجتماع نعاني من التهميش والتوظيف، لا يعاني أي تخصص في هذه البلد من التهميش كما يعاني أصحاب علم الاجتماع. القانون هناك سابقات القانون، اللغة العربية، الفرنسية، جميع التخصصات هناك أعمال يمارسونها، وهناك اكتتاب دائما. بينما علم الاجتماع لا يوجد أي اكتتاب، لا يوجد أي. وحين فتحت هذه المدرسة علم الاجتماع استبشرنا خيرا، لأن هذه المدرسة تستهدف تخصصنا، ولذلك حين أعلنوا الاكتتاب لم يباشرونا أو لم يستهدفونا في هذا الكتاب، ولذلك نطالب الوزارة بالتراجع عن هذا القرار الذي اتخذت، وتحاول إدماجنا نحن أصحاب علم الاجتماع. وشكرا. اسمي الزبير المولود، أحد تخصصي خريج علم الاجتماع.